ماما زمنها شارية كل الحاجات الغالية وجايبة علب وكياس، جايبة معها 100 شنطة فيها الحاجات اللقطة اللي تجيب إفلاس. عارف المول اللي في العاشر فيه كام دور مليان فاترين، بقى دي في ليه والجاكيت الجلد لوحده مقرب عالملايين. اما البوت فبصلوة كبيرة، بس هجيب لده كله منين؟ لازم اروح البلد الصبح اشوف الارض وابيع قراطين. ما هو مش ممكن علشان نلبس نبقى كمان في الحيط لابسين. ماما زمنها شارية كل الحاجات الغالية وجايبة شنط وكياس، جايبة معها 100 شنطة فيها الحاجات اللقطة اللي تجيب إفلاس. أدفع ليه ألوفات في شوية لبس وهلاهيل ولا تسواش؟ أسرق يعني ولا أداين ولا أروح وأسوي معاش؟ إلا كليك بكرة هطلعهم وبيات شتوية إما بلاش. أسعار نار ملهل بجيبي وخلت برد الشتا ده مجاش. مالها هدومنا قديمة وفلة، ألبس عرة ووفر كاش. ماما زمنها شارية كل الحاجات الغالية وهدوم تبقى كوام. هو الشوبينج ده غلطة، جابلي مبادئ وخسرني المدام.